تحية من أعضاء منظمة 16 أغسطس إلى حزب الاستقلال، أعضاء حزب الاستقلال، حزب الاستقلال الحزب الخالي، وأقول كلمتي هذه خالي لأنه الحزب الذي تكون منذ سنوات طويلة وكان سببا في تربية الناشئة وفي تكوينها وفي جعلها أناسا يستطيعون التضحية في سبيل الوطن. أنا لا أريد أن أخطب عليكم، لقد خطبنا مرارا، تحدثنا في الإدارة، تحدثنا في التلفزة، وتحدثنا من مناظر حزب السكر، ولكن سأقول لكم شهاداتي الحية التي عشتها في ثورة 16 أغسطس. الإخوان، هذا السيد اللي كيهضر معاكم واحد من المقاومين اللي شاركوا في 16 أغسطس، وراه عندكم الحظ أنكم تسمعوا شهادة حية ماشي قال، هو حاضر وغادي يحدثكم علاش. لهذا راه هذه الفرصة راه غادي تجي سنوات ما غتجبروها لا حنا ولا أنتم. هذا واحد من المقاومين الكبار اللي كانوا في 16 أغسطس غادي يشكي غادي يحدثنا على الشهادة ديالك. لهذا واخا شوية ديال السخونية في القاعة معليش تحملوها الله يخليكم. أنا أفتخر وأعتز أن أكون من المؤطرين ومن المفجرين لثورة 16 أغسطس. عشت تنظيمها وعشت معمعتها بكل صراحة. قبل كل شيء أعطيكم تنظيم حزب الاستقلال كيف كان. كان حزب الاستقلال يكون على شكل هرم، مكتب، طوامير المكتب، خطان، خط المشغلين وخط المراقبين، ثم من المشغلين المراقبين الخلايا ديال حزب الاستقلال. وهذا التنظيم تكون في سنة 1949 بعد تقديم بعد قيامي الأخ السجلي عبد الله لتنظيم الحزب أحياه الله أطال عمره. فالسجلي الذي قاله مثلا السيد الحجيره كان كالفراشه، ما معنى الفراشه؟ فرطتو كان فراشه اللي كانت تمشي من ورده الى ورده، كان هو مثلا ليلا ونهارا من جماعه الى جماعه ومن جنان الى دار ومن دار الى مدرسه الى اخره. على كل أقول لكم بأن التنظيم الثورة ديال 16 أغسطس كانت ثورة حقيقية، كانت ثورة منظمة تنظيم محكمة، يعني أنها كانت تعد لثورتين. حزب الاستقلال كانت تنظمها منذ سنة 1950 ولا 49 وهو تنظم الثورة. سنة 1952 لما شارك المغرب في إضراب سنة 52 مع فرحات حشاد لما قتل في ذلك الوقت، قام الفرنسيون وقاموا بمثل تعذيب المواطنين والمسجونين إلى آخره. ولكن في سنة 1953 لما قامت فرنسا بتعيين الإمام من عرفة، شعر الحزب بأنه أمام مسؤولية كبيرة، يجب مثلا القيام بشيء ما. وهنا أعطي الأوامر للفرع ديال الحزب باش يستعد يتهيأ لواحد النهار حتى يجي. جملة المسائل أولا قمنا بتجديد اليمين لجميع الخلايا ليلا ونهارا، ثم نفضينا تجديد الخلايا تنظيم تجديد اليمين، نظمنا مثلا الاحياء، كملنا الاحياء مثلا الحي الداخلي الطوبة الخارجي يبقى في محله،
حي الطوبه داخلي نهار اللي تكون شي حاجه خصو يدخل العونيه بسيدي ادريس و طريق مدير وكذا يمشي مثلا جنان سكيكر وجنان عندنا مني وجنان كيقولوا له عبد المعمر تما يكونوا باش يتهيئوا مين تكون شي حاجه حنا عاد ما كناش. اما المدينه فتبدا مثلا سيدي عبد الوهاب وهذا الناشف اللي هو شد القنطره خصو يمشي حتى كانت العسكر كيقولوا له ولاكار واحد اللي داخل القنطرة ينضم للفدائيين لما يسمع المعركة. نهار اللي نذكر كيقول له جاو الأحياء كيقول له عبد الحي الثاني والهلاوي مدينة وجدة وكانوا تيقلبوا المغاربة على محمد الخامس وهنا الحزب شعر بواحد المسؤولية كبرى خصو يدير شي حاجة وفعلا بغا يدير شي حاجه. وشكون اللي كان غادي يديرها؟ كان غادي يديرها بالحمد الجاي رحمه الله وبو فجاب الزيد رحمه الله وتيفجروا القنبله في المحل اللي كان مجتمع فيه القلاوي وعبد الحي الكتاني. ولكن ما مشاو وجدوا دايرين امام الباب غير الدروع كما راكم تسمعوا في العراق وسوريا المدنيين دوروا داروا شيوخ الحومه والناس اللي من الباديه والناس اللي كذا مظلوم تما ما قدوش يديروا وعطاهم الايد السي محمد بن الحيلي باش يرجعوا لانهم غادي يقتلوا لنا غير شيوخ الحومه ولا المدير الاخرين. وشيوخ الحومه في الواقع كانوا مخلصين ما نقولوش كاين واحد المجموعه منهم اللي كانوا رغم فيهم خصهم يحضروا ما غاديش نتكلموا سي محمد بن المهدي وبن ديدي والتجيلي هادو كلهم كانوا نعم الرجال وكانوا يجيبوا حتى الاخبار للحزب. اذا هنا الحزب ما نجحش في هذه المهمه. ايوا اول عمل درناه بعدا هو دير المنشورات وهاد المنشورات باش نحرضوا الناس على الجهاد. هذه المنشورات اللي كانت اجتمعنا يوم الاربعاء 12 غشت الساعة 11 في منزل محمد التهامي وكان حاضر فيه عدد من الاخوان 10 اللي داروا الصيغة وداروا المنشورات وبينوا العبارات اللي غادي يدخل. كان سي احمد القادري رحمه الله سي عبد الرحمن حجيره رحمه الله سي عبد الصادق البوتشيشي رحمه الله سي محمد العربي رحمه الله سي الحسن المنور حسان المنور رحمه الله سي بن يوسف الهلالي رحمه الله سي بن يونس المقري رحمه الله سي بن جلول دريس رحمه الله سي الاندلسي رحمه الله سي دريس حبيبي هذا الجود واحد ربي. ثم من بعد المنشورات اشنو هي العبارات التي كتبت؟ اتفقنا على انها تكتب بالعربيه وبالفرنسيه. العباره الاولى الحضارة كما الحضار العرش والوطن في خطر. اتونسيون توت اتونسيون لو ترون اي لا باتري سون تون دونج. العبارة الثانية أريقوا دماءكم بإراقة الدماء تحرروا الأوطان. فيرسي لو سون بور سوفي لا باتري. العبارة الثالثة أيها الشعب الوجدي كن على حذر وسارع إلى محاربة الاستعمار الفرنسي. أو بوبل وجدي سوا بريدون إيتر فيجيلون أكومباتخ لو كولونياليزم الفرنسي. إذن هذا هي العبارة اللي دارت واتفقنا اليوم الجمعة
باش نوجروها توزعت يوم الجمعة. بقينا ننتظروا ساعة انتظار. لما سكت ساعة انتظار جات يوم الأحد على الساعة 11:00 الكلمة الرمزية الله أكبر. إذن كلمة السر وهنا جلعنا في جميع الأحياء تنكون الأخوة نقول لهم يلا على الساعة 6:00. وعلاش خطرنا على الساعة 6:00؟ لأن كانت المدينة عادة فارغة. الفرنساويين كانوا في عيد البحر تيعوموا ويشطوا مع راسهم. درنا على الساعة 6:00 من يكون جايين باش اللي نعرضوا لهم من المكاريس نعرضوا لهم واللي يكون هنايا راه هنايا. يا لها من ذكرى خالدة. أنا أعتز وأفتخر لأنني كنت في مناعتها. وأتذكر كلمة الله أكبر وهي تتكئ في السماء. وخصوصا النساء ديال درب الدروج ودرب المسقف ودرب الساية بالزغاريت ديالهم كانت زغرتاتهم تعطينا جهاد في سبيل الله. وأتذكر أننا كنا في معمعة فين وصلنا حتى شارع مراكش هذه عبد الرحمن الحجيرة اليوم نسمع عبد الرحمن الحجيرة ديك الساحة تما كان البوليس اعترض على السبيل ديالنا وكانت المعركة مدونة ديك الوقيتة اللي كانت تابوت الدحماني واستطعنا نتغلبوا على البوليس حتى دخلناهم للبلدية ولكن شكون اللي كان سبب هنا هو الجيش لما جا بالطلبه ديالو وبالقوه ديالو واستطاع يرجعنا للوراء. ولكن افتخر بكوني عشتها ويجب على شهداء او نساء الشهداء وابناء الشهداء ان يعتزوا بهذا اليوم الخالد. ان يوم الثوره سمعت بأذني صوت مرحوم الجنرال محمد نجيب على أثير صوت العرب يقول إخواننا المغاربة بدأوا في الجهاد وقيد لهم بالنصر والتأييد وهو في الحرم الشريف. وقرأت في جريدة لا أتذكر العنوان ديالها مع طرور ولا وشو في الوقيته ان مسؤول كبير من الفرنسيين ذكر انه لقامت جميع المدن المغربيه وفعلت ما فعلته مدينه وجده لطعت في محمد الخامس. شعروا بان طورتكم طوره خالده وهي اللي استطعت كانت الثورة التي أوقدت كفاح المغرب. ويوم الاثنين لما تصفحت الجريدة قلت له كوريي تيقول وجدة بليسيسان يعني وجدة تضمد جراحها. وهنا جئت أقول لكم شهادات تنظيم وكذا خصني 3 سوايع ولكن اكتفي واترككم مثلا. كان